ادخل. اهلا اهلا يا حبيبتي، على فكره انا زعلان منك جدا. ليه بس؟ هو أنا عملت حاجة؟ المفروض اول ما توصلي تيجي هنا وتصبحي عليا. طب أنا غلطانة؟ لا يا مدام، اعترفتي بغلطك تبقى بنت كويسه. اقول لك على سر، قول. مفيش ست في الدنيا بتعترف بغلطها، اللي بتعمل كده بتبقى عمله نادره. يعني أنا مفيش زي؟ واضح انك انت خلاص اخر السلاله. شفتي بقى الدنيا بسيطه وسهله ازاي؟ والله مش عارفة أقول لك إيه بصراحة كده، أنا كل ما بخش الدار بحس إني بنسى همومي كلها. هم ايه بس بتتكلمي عنه؟ الواحده فيكم ما تمتش 20 سنه وتقولي هم؟ 20 سنة إيه؟ ده أنا كبيرة خالص والله. كبيره ايه انت اللي كتيرك فكت الضفاير امبارح بالليل؟ طب أقول لك إيه؟ أنا جاية لك عشان أطلب منك تقرأ الكتاب ده، ده حلو أوي. انت قريتيه؟ آه كله، وبعيد قراية فصول كده معينة عجبتني. هو كان مرفوض ولا ايه؟ آه، وعايزاك تقرأ. اوكي، طب ايه اللي عجبك فيه؟ هي حاجة خاصة بالبنات شوية، تتكلم عن مشاعر البنات وأحاسيسها. طب كويس، ده مهم جدا. الكاتب عبر كويس جدا عن أحاسيس البنات بطريقة حلوة جدا، اللي هتقراه هتتعلق بيه، يعني حتى من الناحية التجارية ده مفيد جدا. طيب وأدبيا؟ 80%. يبقى كويس. طيب أنا هقراه وأتصل بيك أقول لك رأيي. ماشي، يلا يلا على إذنك. اتفضلي. هي والدته فين؟ كانت بايتة معاه طول الليل، قلت لها تروح ترتاح شوية وتعمل أكل وتيجي. خليل، على فكرة بقى أنا عند وعدي. مش أنت رايد في السرير كده ومش قادر تتحرك وعامل نفسك عيان؟ بس أنا هطلع أجدع منك، والشركة اللي قلت لك عليها هدخلك فيها شريك. آه، هدخلك فيها شريك. تعالي بقى يا سيدي. بقولك إيه؟ إحنا لازم نتحرك عشان الواد ده ما يروحش في رجليه. أنت عارفة البلد دي اللي معهوش فلوس ممكن يموت. أنا لازم أروح التأمين وأعمل فضايح. طب هو عنده تأمين صحي؟ لا. طب هتعملي إيه؟ بقول لك أعمل فضايح. الحكومة ما بتحبش الفضايح، واللي صوته عالي ممكن ياخد لو عاوزه. ما دام ما عندوش تأمين صحي، إيه لازمة الفضايح بس؟ هو أي حاجة وخلاص، إن شاء الله حتى مبلغ صغير يساعدنا. أي حاجة. مثلا إزيك؟ دكتور مجدي، كويس قوي ان حضرتك هنا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عن اذنكم بقى انا هروح اطمن عليه. طب اتفضلي. هو عامل ايه النهارده؟ النهارده احسن كتير الحمد لله. ولو اني يعني مش حابه المستشفى دي، عشان بيقولوا لو ما دفعناش الفلوس ممكن يخرجوه، ولو خرج هيموت. يرضيك يموت؟ لا، ما يرضينيش انه يموت. وعشان ما يموتش انا دفعت الاسبوع ده كله لحد انت يعني ما تتصرفي في الباقي. بجد؟ بجد، احنا مش وحشين قوي كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي، ودينك ده انا هرده، هيفضل دين في رقبتي والله. لا لا، ما تشيليش بالك من الحاجات الصغيره ديت، بعدين نبقى نتكلم فيها. هي نجلاء فين؟ ما جاتش يعني؟ لا، ونجلاء هتيجي ليه؟ هي ملهاش اي علاقه بخليل. طيب يبقى سلمي لي عليها. من عناية الاتنين. يا متر، فرحني. ايه؟ ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قانون ايه وزفت ايه؟ ايوه، قانون ايه اللي يقول ما اشوفش ابني الا ساعتين كل اسبوع، وامه هي اللي تجيبه واشوفه؟ لا لا، انا ما ينفعنيش الكلام ده. اتصرف. لو سمحتي، هو الدكتور مجدي يتجوز؟ لا، مين طلب؟ ايوه يا نجلاء، بقول لك ايه، البسي بسرعه وقابليني قدام التامين الصحي. يلا. الايام المهمه تتجه
قطعة أمريكا. ياكش يجي لها مصيبة تشيلها، يجي لها زلزال ولا بركان. شرق أوسط جديد إيه ده اللي بتتكلم فيه؟ ده مين اللي جاي الساعة دي؟ طيب طيب جاي. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه؟ في ايه؟ ايه وليه مش هتقولي لي اتفضلي؟ والنبي بمسح النهارده يوم المسح الشقه تبقى غرقانه ميه. يا اختي وعي كده وخليني ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما الشقه زي الفل اهي. ايه مش عايزاني ادخل؟ شفتي يا اختي؟ عشان انت مبروكه الارض نشفت. اتفضلي. يا زيد فضلك. والنبي كنت ناوي اعمل لك شاي، بس الانبوبه فضيت ولسه ما ركبوش الغاز. ما الحكومه يومها بسنه. ولا اقول لك انبوبه احسن بدل الفواتير ولا ايه؟ انا عايزه احمد يعدي عليا. يو ما تقولي لابنك، ما هو للنهار معاه. انا مش عايزه ابني يعرف ان انا عايزه احمد في حاجه. ليه؟ ليه يا اختي سر؟ لا لو سر تقولي لي عليه على طول، ما اقدرش اقعد كده. ده انا الفار يلعب في عبه وتنو يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر. انطقي يا اختي. لا فار ولا قط، اهدي على نفسك شويه. انا عايزه اسال احمد على حاجات كده بخصوص متولي، ومش عايزه ابني يعرف ان انا بتقص من وراه. طيب يا اختي الاخبار بقت تجيب لي الضغط. انت عارفه ان البورصه خسرت 1.1%؟ الواحد بقى يشيل فلوسه في جيبه بدل ما تضيع. ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفنجروا سينا. قال إيه؟ هنفجر البلد عشان خاطر البلد. ليه؟ فاكرنا دقينا عصافير ولا إيه؟ فوتك بعافية. أقعدي أعمل لك قهوة. من شوية كانت الأنبوبة فاضية. من شوق. تكون عايزه من ابني ايه الوليه دي؟ لا تكون حط عينها عليه. حسب النسوان لما بتكبر بتتخابل. وماله؟ ايه يعني؟ وانا اعمل حاجه غلط ولا اعمل حاجه غلط؟ بعدين بصراحه بقى انا لازم اخد خطوه. اهلا، ازيك يا عم جمال؟ اتفضل. عمي وزفتي ايه بس؟ انت بتقول حاجه؟ لا خالص. اتفضل. والله انت نورتني النهارده. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. كمان يا انا كنت عاوز اكلمك بحاجه يعني. اتفضل يا عم جمال. طب هو في حد هنا الاول؟ لا. ليه؟ كاميليا. نعم. انا معجب بيكي وكنت عايز يعني كده يعني. ايه؟ مش فاهمه. ارجوك ما تصعبيش عليا الحكايه. انا عايز اتجوزك. طيب تمام، انا مستنيك في المكتب، ما تتاخرش. باي باي. حكمت المحكمه على المتهم عبد الله خالد متولي بالسجن 20 سنه مع الشغل والنفاذ. أنا عايز أقابل مدام زينب من فضلك. على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية، أنا قلت أكيد إن أنت جاي تشوف. لا المرة دي جاي أقابل زينب هاني. طب تمام حاضر، اتفضل وأنا هبلغها دلوقتي. شكرا. أوكي.
على كل حال انا في المكتب، خلصي اللي في ايدك وتعالي لي على طول، عايزه اتكلم معاكي في كذا موضوع. جرى ايه يا ايتن؟ ما تسيبي ميره وطلعيها من دماغك شويه. اه عاجبني اللي بيحصل، عايزه حاجه؟ سلام. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عبد الله. معقول؟ ايه مش مصدقه ولا ايه؟ وحشاني جدا يا زينب. اهلا. اهلا. دي مقابله تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا ايه؟ لا طبعا. ازيك؟ انت عامل ايه؟ اخبارك؟ تشرب ايه؟ طب اتفضل اتفضل استريح اتفضل. انت قلقانه مني ولا ايه يا زينب؟ ابدا ابدا. حقلق من ايه؟ بالعكس يا عبد الله، ده انا مبسوطه قوي اني شفتك النهارده. مبسوطه؟ حلوه الشركه، حلوه قوي. راس مالها قد ايه دي؟ مليون ولا اتنين ولا تلاته؟ واه دي الفلوس اللي بلاش نفحر في الماضي يا زينب. هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ أصل أنت مش فاهم اللي حصل، أنا هحكي لك. لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي. ولا تشهدي شهادة زور زي ما أنت متعودة يا زينب. شهادة زور إيه بس يا عبد الله؟ أنت مش فاهم حاجة، أصل سمير أنا صدقته، هو ضحك عليا وأكبرني وبقى يهددني علشان. خلاص. ولا عشان ولا الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده. زينب أنا تعبت، تعذبت، اتهنت في السجن. راح من عمر 20 سنة. 20 سنة أنا خارج من السجن ما بفكرش أبدا إن أنا هوب تاني ناحية السجن. أي حد يا زينب يتسجن ويتان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظة إنه يرجع تاني. أنا بنت الناس راجع عشان آخد حقي أو تعوضيني. تعوضيني انت والبي بتاعك. ابن حلال مصفي، صدق كنت لسه هكلمك في التليفون دلوقتي اقول لك عندنا مفاجاه تجنن. ايه ده؟ ازيك يا عبد الله؟ انا كنت لسه هقول لك ان انا قابلت عبد الله. والله 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 ومليك عليا حلفان. انا كنت هعمل لك مفاجاه واتصل بيك عشان اعرفك بس ان انا مش سايبك وبسال عليك. بس اعمل ايه بقى؟ حراره اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان اطمن عليك. طول عمرك صاحب واجب. واجب ايه؟ على فكره انا بفكر كمان ان عبد الله اخويا وحبيبي يشتغل معانا. معاك ولا عندك؟ ايه ده؟ هي تفرق يا راجل؟ ما تفرقش ولا حاجه، بس اهم حاجه عندي ان انا امسك شغلانه في ايدي. عيب يا عبد الله عيب، ما تقولش الكلام الفارغ ده، ده انت راجل على دماغنا من فوق. طول عمرك حبيبي. أقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي النهاردة ناخده ونعزمه على الغدا عندنا، على الأقل يعرف البيت ويجي يزورنا. آه طبعًا، أمال إيه؟ لا مش طبعًا. مش هو ده اللي أنا جاي علشانه. أمال؟ أؤمر. نقعد مع بعض إحنا التلاتة. كل واحد ياخد حقه تالت ومتلت. لو كان بابا عايش ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. أو يمكن لو ما كنتش أرمانة ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. طبعاً أكيد فكر إنك خلاص محدش هيفكر فيكي. أرملة يعني تلبس الأسود وتقعد طول العمر حزينة على اللي فات وملهاش الحق إنها تفكر تعيش مرة تانية. جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني، أنت عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدم لك خدمة وإنك مش هتقدري تقولي لأ. عارفة ليه؟ عشان خلاص محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إن الفرصة مش لازم أرفضها مهما كان. محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إنه فرصة ومش لازم أرفضها مهما كان.
ايه رايك تيجي نروح الشركه؟ هنعمل ايه في الشركه؟ نعمل ايه؟ تعرفيها تشوفي نظام الشغل هناك ايه. على فكره بقى انت ممكن تشتغلي معانا كويس جدا، والشغل ده هينسيكي حاجات كتير. والله ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجمال ده؟ معقول انت بقيت بتعين ناس بالسهوله دي؟ انا اصلا مش هروح يا عيط. ما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى، الشغل ده ممتع جدا وانت لازم تجربيه فعلا. صحيح نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي، انا قابلت البنت اللي هي بنت سميه اللي بابا كان متجوزها دي. بنت مين؟ واحده فيهم اسمها ايه؟ مروه. قولي لها عيب، عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكره، وان ما كانش عشان سمعتها يعني يبقى عشان سمعه بابا الله يرحمه. يعني تستنى شويه، تستنى على الاقل دمه يبرد يعني، مش كده؟ انت حتى مفهمانا ان هما مموتين نفسهم من الزعل عشان، بس مش باين خالص على فكره. نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعده معاه ده خالص، ده يهرسها في لحظه، يسفلتها كده. على فكرة دي نصيحة مني مش أكتر، يعني أنا شايفة إن إحنا إخوات. صحيح إحنا يعني مش شقاقة بس إخوات في الآخر، أنا ما أقدرش أعز عن أختي نصيحة زي دي. عايزاكي تقولي لها السرمحة آخرتها وحشة. قولي لها بس أيتم بتقول لك كده، أوكي؟ يلا باي. هي بتقول إيه بالظبط؟ ولا حاجة. العمر انتهى واللي جاي مش أكتر من اللي راح، والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على أي حد ليه سوابق أو مجرم أو خريج سجون. يعني مفيش حد قدامي غيركم دلوقتي. طلباتك إيه يا عبد الله؟ الشغل يا سمير، اشتغل أي شغلانة. بالمناسبة أنا ما قلتش لأي حد تحت إن أنا أعرفكم أو في علاقة قديمة ما بيني وما بينكم. طب ما قلتليناش بس من الأول ليه؟ خفت لا تطردوني يا زينب. إيه يا عبد الله؟ إيه يا أخي حرام عليك يا أخي، ما تضغطش علينا أكتر من كده. طب ما تتصورش نفسيتي تعبت قد إيه أنا وزينب بعد ما دخلت السجن. ده إحنا حتى دخلنا مستشفى أمراض نفسية عشان نتعالج يا أخي. أنت ما تتخيلش إحساسنا بالذنب كان شكله إيه، بس الحمد لله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حصل. لا تكفروا ولا تلطموا ولا تعيطوا. أنا كل اللي محتاجه شغل يا زينب. شوف يا عبد الله هو هنا؟ يا ريت هنا يا سمير. معلش يا عبد الله هنا صعب. بس في فكرة تانية. أيتن هتتجوز واحد غني وعنده شركة بتمارس نفس النشاط. إيه رأيك تشتغل عنده؟ طب وأيتن جوزها هيوافق إنه شغلني؟ أيتن بنتنا وتسمع كلامنا، تعمل اللي إحنا عاوزينه. بس بقول لك إيه يا عبد الله؟ أنا عايزك تقوم تروح دلوقتي عشان جوزها لو جه وشافك بالمنظر ده يعني هيقول ايه يعني؟ يلا يلا بقى. طب انا هقوم دلوقتي، ويا ريت تفكروا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس قوي. مع السلامه يا عبد الله. مع السلامه. السلامه. مع السلامه. ما قلتليش يعني انه جالك؟ ما خطرش في بالي. يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت. اتشغلت؟ في حاجه كده انا مش مطمنه لها، مش مرتاحه. وانا كمان. أنا فعلاً اتشغلت، بس مجرد إنه يجي هنا تاني حاجة تقلق. أنا كمان مش مطمنة. طب وإحنا دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ لازم نخلص منه. هقتله؟ تاني يا سمير؟ عايز تقتل تاني يا سمير؟ حبيبي أنا ما قصدتش، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. طب بقول لك إيه؟ طب ما تيجي نسمع اللي بيقوله ونشغله هنا، يمكن يكون عايز ياكل لقمة عيش ويعيش في هدوء. وبيني وبينك كده هو ما عندوش وقت يضيعه في السجن تاني. فكر فيها. أنا ماشي. على فين؟ مخنوق وعاوز أقعد لوحدي شوية. عن إذنك. اتفضل. مليون جنيه يا باشا. القرض المسقوط واللي يخلي البنك يتاكد ان انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من 20 مليون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، حجم الاستثمارات كبير ويغطي.
أنا هفهمكم اللعبة. شوفوا يا جماعة، الموظف في مصر شخص إحساسه دايماً إنه هو مقهور ومظلوم، والإحساس ده هايل. إحنا ممكن نلعب عليه كويس جداً. واحدة واحدة عليا يا أبو كرم عشان أفهم. أوكي، المنظومة عندنا بتقول إن الموظف دايماً عينه مش شبعانة، غلبان وبيحارب على كل حاجة، حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايم يا عيني يفكر فيها. للأسف الكلام اللي بيقوله ده حقيقة. بالظبط يا باشا، وبعدين لما بيشوف أي حد صاحب سلطة أو راس مال أو كيان اقتصادي بيبقى حاسس إن الدنيا هتضحك له وإنه هينوبه من الحب جانب. وإحنا بقى مهمتنا إن إحنا نحسس الموظف ده إن الدنيا هتاخده بالأحضان، مش كده؟ برافو، هو ده يا باشا. تمام. ها لا بس أنا عايز أقول حاجة مهمة يا جماعة. موظفين البنوك بيقبضوا 24 شهر في السنة، بيقبضوا كتير قوي، يعني مش موظف عادي. ما انطبقش عليك الكلام اللي بيقوله أبو كرمة، ولا أنت إيه رأيك؟ غلطان يا باشا، الموظفين في كل مكان نفسية واحدة، كوبي بيست، صدقني. هات من الآخر أبو كرمة عشان زمان متولي جايب مندوب البنك وداخل علينا. ازبله يا باشا. ازبله؟ ازبله إزاي وإحنا محتاجينه؟ بقول لك ازبله، إحنا مش محتاجين قرض البنك، بالعكس البنك هو اللي محتاج إنه يتعامل معانا. وبعدين؟ احنا هناخد القرض بالدولار وبعدين نحوله لحسابك. انا مش فاهم اي حاجة. الدولار في الطالع يا باشا. طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هندفعه برضه بالدولار يا ابو كرمة. مش شرط. يا عم ايه اللي مش شرط بقى؟ انت مريب يا ابو كرمة، احنا مش فاهمين منك اي حاجة على فكرة. انا مريب؟ ماشي. طب سيبوا الموضوع ده عليا انا، بس على شرط تعمل كل اللي انا هقول لك عليه. ماشي، اوكي. اهلا اهلا، منور الدنيا كلها. اتفضل اتفضل. تولي مندوب البنك يا فندم. اتفضل. احمد بيه النهارده ميعاد حضرتك في سفاره كندا. سفاره كندا النهارده الميعاد. طب ايه تحب حضرتك اجله لك ولا ما يسمحش؟ يعني مش هينفع عادل تاجله. تحب يا فندم اجل حضرتك وقت تاني؟ لا لا خالص خالص خالص. بالعكس، ده احنا عندنا وقت كافي قوي نقعد مع بعض. اتفضل اتفضل. احمد بيه، انا عملت ملف كامل بكل تعاملات الشركه الماليه والمشروعات المستقبليه. كويس، اتفضل يا فندم. كويس قوي الكلام ده. لا لا يا فريال، ده عريان قوي. عريان؟ نص كم يا خالتي تقولي عليه عريان؟ وبعدين انت هتقعدي بيه في البيت، يعني مش هتخرجي بيه بره؟ لا برضه انا كبرت، وبعدين هلبسه لمين؟ والله انت لو لبستيها هتبقي زي القمر. انت عارفه اللي يشوفك يقول عليكي بنت امبارح. يا بنت بطلي باكش. انا؟ لا والله العظيم ابدا. انت عارفه انا قبل ما اسيب التعليم اما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل الاموره الصغننه دي، فاكريني في ابتدائي طول عمري ابان اصغر من سني. شفتي؟ أديني ما قلتش حاجة من عندي. ياما ياما جالي خطاب أشكال والوان يرش حظي الزفت وقعني في أبو أحمد، ما كنتش عارفة. طب وفيها إيه؟ ممكن ترجع لي لازم أضع أتجوز؟ وماله؟ لا 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 لا، إزاي؟ صحيح أنا حلوة واي حد يتمناني وزي القمر، بس اقول ايه لابني؟ تقولي له ان من حقك تتجوزي. بت انت حد كلمك عليا؟ كتير والله، بس انت بقى تقولي مين يا بت؟ لا 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 يا خالتي ما تضغطيش عليا، احسن ده اللي ده سر بيني وبينه. عرفته. مين اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبد الله؟ هو ده، بس ما تقوليش بقى ان انا اللي قلت لك. يا اختي انا واخده بالي طالع نازل يبص لي بصات كده زي اللي كان بيبصها لي المرحوم. انا عارفه كل حاجه. شوف الراجل قال ويقول لي بتكسف ابص في عينيكي. ده انا واخده بالي قوي، بس عامله نفسي من بنها. حلو والله كويس. وده بيشتغل ايه يا بت؟ مش عارفه، بس عادي اجيب لك قرار. ماشي. ده قمر وشكله ابن ناس طيبين وشكله ما يعديش ل40. انت عارفه انا اول ما قلت له ان انت ام احمد والله ما صدق. ما انا مخلفه احمد وانا عندي 12 سنه. لا والله.
هو انت واخداني على فين؟ عايز اعرف اطلع له ازاي علاج على نفقه الدوله. طب ما كنا نسال الدكتور مجدي. لا يا ستي انا ما بسالش حد، انا بسال نفسي وخلاص. ليه يا بنتي؟ ما ممكن يفيدنا، يعني احنا هنخسر ايه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز ومطلق وعنده عيل كمان. وانا مالي يعني؟ وانا بقولك تعالي نتكلم معاه ولا نقعد معاه؟ انا بقولك تعالي نساله، انت حره. ما تزعليش مني يا نجلاء، انت عارفاني ان انا مدب وصريحه كده، بس اللي عايز ينجح بيعمل كده، ما بيضحكش على نفسه. والصراحه بقى انا حاسه ان هو بيقرب منك وانت مبسوطه بكده. وانت عبيطه؟ لا مش عبيطه، واللي عرفته كان لازم تعرفيه. وانت حره بقى، يلا بينا. بعد اذنك لو سمحت، كنا عايزين نستفسر عن حاجه. هي مش بتسالك؟ المفروض تقوم تقف وترد عليها. انت مش موظف هنا ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا مجنونه بقى، ايه رايك؟ طب تعالي بس نسال حد تاني. لا هو اللي هيجاوب وهيوديني كمان مطرح ما انا عايزه. ايه البلاوي دي على الصبح؟ طب ايه رايك بقى ان انا هوديك في 60 داهيه؟ في ايه بس يا منى؟ في ايه؟ في اني عايشه في البلد دي، والوزاره دي معموله عشان تخدمنا، والموظف اللي مش محترم ده لما حد يساله يجاوب على طول. لازم تعيشي، اوعي تستنى لغايه ما العمر يعدي منك تخسري كتير. دنيا مروه ما بتعترفش غير بالقوي، والقوي هو اللي معاه الفلوس. وديكي شفت اختك عملت فيك ايه؟ مش قادر اصدق انت ازاي قدرت تمسكي روحك. بس انا ممكن اخليك احسن منها مليون مره. عارفه لو سمعت كلامي انا اعمل منك نجمه. خلاص وانا من ايدك دي لايدك دي. بحبك. انا نفسي افهم اعمل فيك ايه. انت كان نفسك تطلع جاسوس وانت صغير ومعرفتش. بقول لك ايه يا ايه مالك؟ تعالى بس عايزك في حاجه مهمه قوي والله. هو احنا ليه ما نعملش زي مدحت باشا؟ إيه مش فاهم يعمل يعني ايه يعني؟ يبقى لنا شركتنا الخاصه بقى ونكبر بقى وكده. انت اتجننت؟ لا يمكن. انت عايزنا نخون؟ ايه في ايه؟ بالراحه يا عم اهدى بس. انت عايزنا نخون صاحب المكان اللي بناكل من وراه عيش؟ يا سلام، وهو الخنصره اللي احنا بنخسرها من كل عمليه والتانيه دي مش خيانه ولا ايه؟ لا دي عموله. عموله تحت انهي بند بقى ان شاء الله؟ تحت بند بذل الجهد والاجتهاد. وبقول لك ايه، هو احنا قد السوق؟ والنبي طلع الصراصير اللي في دماغك دي، مش ناقصك. استاذ لؤي، استاذ لؤي، استاذ مدحت عنده اجتماع مهم جدا جوه. مع مروه؟ هو قال لي كده وانا بنفذ اوامر حضرتك. طب ما انا كمان عايزك في حاجه مهمه وجدا كمان. وانا تحت امرك يا فندم طالما الموضوع يخص الشغل. ايه هو الاجتماع اللي جوه ده هيطول يا طويل يا فرع انت؟ والله من النهارده مروه هتبقى مسؤوله عننا شخصيا، هي سكرتيرتي الخاصه. كمان هتبقى موديل مهم جدا. لولو تحت امرك يا فندم. اعمل اللازم. عيني. اتفضلي معايا يا انسه مروه. طب ما نستنى لحد ما ايه؟ ما يفوق. ليكون في علمك اهم قرارات بناخدها في الشركه دي ومخلينا نمره واحد ما بتتاخدش غير هو في الحاله دي. ما تشغليش بالك انت، تعالي بس. اوكي. ما كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ ايه؟ عم جمال جه النهارده يخطب.